مدينة إدلب هنا يحيي السوريون ذكرى استشهاد عبد الباسط السارود أحد أهم رموز الثورة السورية. أترككم لمتابعة الأجواء هنا في هذه المظاهرة وفي هذه الذكرى من مدينة إدلب. يا وطن يا حميد يا بتراب الطيب وحتى نارك جنة حتى جينا لحتى بذكرى استشهاد عبد الباسط العام الرابع. اليوم نحن جينا لحتى نجدد عهدنا وفاء لدماء الشباب وفاء لصفحات المعتقلين للمهجرين، لحتى نقول للعالم كلياته أن ثورتنا مستمرة ما دام هاي الثورة ثورة شعب، الشعب منصور بإذن الله. وعبد الباسط السارود اليوم مثله مثل مليون شهيد قدموا بسوريا. عبد الباسط اليوم رمز للشهداء، فاليوم الذكرى الرابعة ونحن جايين لحتى وبإذن الله هاي بصوت أم سارود هو اللي قوينا إن شاء الله. الله يحفظها يا رب ويحفظ جميع أمهات الشهداء. نستمع اليوم لإحياء الذكرى الرابعة لاستشهاد البطل عبد الباسط السارود الذي هو يعتبر رمز من رموز الثورة، تأكيدا منا على الثبات على مبادئ الثورة والاستمرار بها على درب السارود وعلى درب من استشهد من شهداء هذه الثورة المباركة. برغم من كل المؤامرات التي تحاك ضد هذه الثورة إلا أننا ثابتون حتى النصر بإذن الله تعالى. إذن إحياء لاستشهاد ولذكرى استشهاد عبد الباسط السارود ولكل شهداء الثورة السورية يجتمع السوريون هنا في الذكرى الرابعة على استشهاد عبد الباسط السارود، وكما يقولون وفاء لجميع أرواح شهداء الثورة السورية. مصطفى الخلف لقناة الرافدين مدينة إدلب.